السلام عليكم ومرحبا مجددا لمتابعة شينفورمي نيوز لهذا الأسبوع. كذلك المهاجرين غير الشرعيين الذين لديهم أطفال صغار في السن يمكن إبعادهم من الأراضي الإيطالية ما لم تكن هناك دوافع طارئة تستدعي بقاء أولياء الأمور في إيطاليا. هذا ما جاء في قرار المحكمة العليا، وكانت المحكمة العليا قد قررت قبل شهرين مضيا أن طرد المهاجرين ربما يتسبب في ضرر يعيق النمو النفسي الجسدي للطفل. وإثر هذا القرار الأخير تكون المحكمة العليا قد أوضحت أنه من أجل أن يتفادى ولي الأمر المهاجر الطرد يجب إثبات أن هناك حالة طارئة لا تحتمل العودة إلى بلاده. وحسب رأي القضاة فإن عدم اتخاذ قرار بالإبعاد يتسبب في تقنين بقاء المهاجرين غير الشرعيين استغلالا لوجود الأطفال تحت إمرتهم. أصبح ومنذ يناير للعام 2009 وللحصول على الدعم المالي الاجتماعي فإنه يجب على الأجنبي أن يكون مقيما بإيطاليا بشكل غير منقطع ولمدة 10 سنوات متواصلة. ويتعلق هذا القانون الجديد بالإيطاليين مثل ما هو كذلك بالنسبة للمهاجرين من حملة إذن الإقامة طويلة الأمد Permesso di soggiorno C. وتبلغ قيمة الدعم السنوي للعام 2010 حوالي 5350 يورو. كذلك يعتبر الدعم الاجتماعي المالي قيمة هامة للأجانب الذين يودون إجراء طلب الالتحاق العائلي أو الإقامة طويلة الأمد، إذ أنها تعتبر الحد الأدنى للتقدم بطلب الالتحاق العائلي أو الإقامة طويلة الأمد، كما تعتبر القيمة المذكورة كذلك مقياسا للتقدم بطلب الإقامة طويلة الأمد لمواطني الاتحاد الأوروبي. سجل العام 2009 تراجعا كبيرا في عدد طلبات اللجوء السياسي لدى السلطات الإيطالية مقارنة بما كانت عليه خلال العام 2008. في العام 2008 بلغت الطلبات التي تقدم بها الأجانب للجوء السياسي في إيطاليا 30,500 طالب للجوء السياسي، أما خلال العام الماضي فقد بلغ عدد طلبات اللجوء السياسي 17,600 طلبا. ومن جهة أخرى كانت طلبات اللجوء السياسي قد تزايدت في بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا بنسبة 20% وألمانيا بنسبة 25%. وحسب رأي المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة فإن أسباب الانخفاض في طلبات اللجوء المقدمة إلى إيطاليا تنحصر في السياسات المتشددة بالتصدي للمتسللين عبر قناة الصقلية من ليبيا. تسهيل القوانين والإجراءات الإدارية التي تحكم دخول وإقامة العمال الأجانب إلى إيطاليا، هذا ما طالب به اتحاد المؤسسات الصناعية والتجارية في منطقة ميلانو أمام وزير الداخلية ماروني في لقاء لهذه المجموعة معه خلال الأيام الماضية. وأكد اتحاد أسلومباردا أن هذه التسهيلات يجب أن تختص في المقام الأول بما جاء في نص النص الموحد حول الهجرة بجعل عملية قبول موجات الهجرة السنوية أكثر شفافية وتوسيع دخول العاملين الأجانب من خارج الحصص المسموح بها سنويا. وتطالب أسلومباردا كذلك بتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بإصدار تصريحات خلو الطرف نولا أوستا لإصدار أذونات الإقامة والمستندات المطلوبة لاستكمال هذه الإجراءات. حتى اللقاء القادم دمتم في أمان الله ورعايته.